وبسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين الحقيقة نشكر الجزائر شعبا وحكومة ورئاسة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وهني الشعب كل الشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك عاده الله علينا باليوم والخير والبركات شرفت اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية. اخي السيد عبد المجيد تبون تناولت فيه عدد من الملفات اهمها واهم هذه الملفات هي عقد الانتخابات القادمه في بلدي ليبيا والتصور وقدمنا تصور للحكومه في هذا لانجاز هذا المشروع المهم والنقل والانتقال ب من ليبيا من من دائرة الانتقالية إلى دائرة الاستقرار واختيار الشعب الليبي كما تطرقنا ولله الحمد في هذا اللقاء للدور المهم الجزائري المعمول في دعم هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب, أقرب وقت ممكن كما تم التطرق لضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال النفط والغاز خصوصا بعد هذه الظروف العالمية بهدف زيادة الانتاج والتنسيق في تحكم في هذه الأسعار وتسويقها الحكومة اليوم ستقوم بخطوات رادعة تبع هذا العبث في في العبث بثروات الشعب الليبي وحقيقه الامر القرار السيادي في بلادي هو قرار شرعي ودولي والحقيقة نحن ممنونين من هذه الزيارة ونشكر الجزائر دائما موقفا ودولة ورئيسا وشعبا والحقيقة نحن عاجزون على هذا الشكر وبارك الله فيكم اه احتمال تطرقنا إلى إمكانية عقد اه لقاء او مؤتمر وزاري خارجي للخارجيه الدول مع الدول بشان ليبيا ونحن ندعم هذا الاتجاه ونؤيده وهذا المؤتمر يغطي الخطوات المهمه التي يدعمها العالم في مجال الانتخابات في ليبيا. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم.